السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كنعتذر منكم على ود الصوت لأنه ظهرني البرد، هادشي علاش اسمحوا لي وصافي. ونبداو الحلقة ديالنا ديال اليوم. فرقتنا اليوم سيادة الكرام غادي نبداو مع واحد الراجل كان عايش في واحد الدار. الدار فيها ثلاثة ديال الطوابق ولتحت كاينة واحد المكازا. هاد الراجل كان لاباس عليه، كان ميسور الحال، عندو من غير هاد الدار هادي عندو ديور آخرين، عندو أراضي، عندو بزاف الأملاك. هاد الراجل كان مزوج، ولكن للأسف الشديد الزوجة ديالو غتوفى شحال من عام، غيبقى أرمل. عندو ثلاثة ديال الأبناء وعندو واحد البنت. البنت هي الصغيرة، باقا بلا زواج بلا والو، عايشة مع بوها في الدار حتى الله يكتب عليها وتزوج. بينما الأبناء ديالو كاملين بيهم خارجين على برا، مزوجين ومستقرين في حياتهم الخاصة، ولا واحد بالسكنة ديالو. المهم هو عايش غير مع بنتو، شتي بغي نقول لكم في الدار ما عنده لا مشاكل لا والو، لا مع ولادو ولا مع بنتو ولا مع حتى شي واحد. انسان مسالم واحد الدرجة كبيرة بزاف، والله عمرها دار كلشي كيشهد لي بهادشي هذا، وكيسارع كيدير الخير بزاف. هذا الراجل كما قلنا هو راجل كبير في العمر وميسور الحال، ولكن واش يبقى جالس في الدار؟ ما كيديرش شي حاجه، فلوس كتدخل، ما عنده موارد اخرى للمال. قال شنو ندير، نفتح المجازة التحتانيه، يعني المجازة اللي تحت من الدار، ونديرها انا مريح اللهم نتلف شوية الوقت ونجمع مع صحابي وكذا وكذا. فتح المكازة الحسانية، دار فيها ديسير فواكه، عمرها بالديسير، ريح دار الميزان ديالو، دار الكرسي ديالو، البيرو ديالو، ايوا ريح يبيع ويشري مع راسو. هو ما هموش كيما قلنا البيع والشرا، لي همو انه يتلف غير الوقت، يجي عندو شي صاحبو يريحو، يا يجمعو يعمرو براد تاعتاي، يوصل الوقت الصلاة يسدو بشي الجامع بحال ما هكا، لا اقل ولا اكثر. مزيان دار المشروع ديالو وريح. اما البنت ديالو راه فوق، كتوجد ليه الغداء، توجد ليه اي حاجه بغاها. هي هذيك واحد النهار وحدها تما في الدرب، حداها تما كان كيسكن حداها واحد السيد. هاد السيد كان تا هو قدو في العمر تقريبا او صغار منه شويه، وعندو الابناء، عندو تقريبا شي ربعة الابناء او خمسه بحال ما هكا. واحد من دوك الابناء ديالو تقريبا هو وسطاني فيهم، كان خارج مفلس، كان كيبيع شريف المخدرات، كيتعاطاها يشرب. هو اصلا شويه عقله شويه مخصوص، ماشي كامل، يعني ما كيديرش فعل اللي هو سوي. يعني هذاك الاب ديالو يعني لقى راسو في مشكل معاه، اضطر واحد النهار انه يجري عليه. قال عطيني سيدي تيسع من المحل بعد مني، تما واش لا تخدم لا دير شي حاجه، كدير لي المشاكل كل نهار، بولي جي مسبابك انت ماشي هو هذاك، اعطيني اتساع. جرى عليه ولح لي حوايجو على برا. هاد السيد هذا اللي عايش غير بوحدو داير التيسير بحال لقى فيه الحال، قال كيفاش هاد السيد هذا جرى على ولدو بهاد الطريقه وما خاصوش يديرها، وهذاك مهما كان كيبقى ولدو ما خاصوش يديرها. الاخر صافي طرد، مشى صافي دبر راسو يبات فين ما بغا. هاد مول ديسير هذا مشى عند داك الراجل جرى على ولدو، مشى عندو ودوا معاه، زعما تيني حاول يرجع ليه عقلو، كيقول لي نعش الشيطان السي فلان، هداك راه كيبقى ولدك، وحشومة تجري ليه، فين غادي يبات، ومهما كان، يتناول مخدرات، يشرب كذا، حاول تنصحو، حاول دير ليه، كيقول لي نتا ما كتعرف والو في ولدي، هداك أنا اللي كنعرفو، هداك راه أنا ما وصلت معاه ديك الدرجة اللي احتقرني، هو حقيقة. يعني الاب ما كيوصل مع ولدو لهاد الدرجه اللي حتى صافي كيستنفد معاه جميع الحلول. قال لي هذاك مسخوط يبعد مني، ما بيني وبينوش، يعطيني اتساع. قال لي دبر راسك ارجع في حالته، لانه داك الاخر قال لي هذا ماشي فضول مني، هذا غير انا بغيت ندير الخير لا اقل ولا اكثر. ملي هضر معاه والاخر ما بغاش يدخلو يرجعو، ارجع للمحل ديالو عادي كان شيء لم يكن. هذاك الشاب اللي طرد، اللي طردوه والديه او اللي طردوه بواه،
سمع الخبر، سمع الناس يعني صحابه ولا شي تلاقاو بهم من بعد وقالوا ليه بدي راه فلان راه مولتي سير راه من بعد ما جرى عليك باك راه مشى وطلبوا عليك. يعني هذاك الشاب شنو قال؟ قال مادام هاد مولتي سير طلب الوالد عليا باش يرجعني، هذا راجل مزيان وكيدير الخير، غادي نمشي عندو اي حاجه قلت ليه غادي يعطيها ليا، لانه في اليومين اللي جرى عليه هو بواه فين كان كيبات وكيبات في الزنقة كل مرة فين كيبات تحت من شي كراج تحت من شي قنطرة شي يعطيه شي ما يعطيش الناس تجري ليه صافي هادشي اللي هادشي اللي كاين. كيما قلنا ملي عرف هداك السيد مشى طلب بوه جا عندو استغل الموقف، هو اللي مسخوط راه مسخوط بصراحة، جا عندو مولتيسيا اهلا عمي فلان كيداير بخير، قالي كيداير ولدي لاباس، قالي اندرا فين كسبات دابا من بعد ما جرى عليك بواك فين كسبات، وقال لي يا عمي شنو نقول لك كل مره كان بيات في بلاصه، مره تحت الكراج مره تحت القنطره مره هنا مره هنا، وقال لي واش كتاكل واش كتشرب، وقال لي ها كان لقط راسك مع عباد الله وصافي كان وقف على شي مول حانوت ولا شي حاجه كل واحد باش مسخه الله. قال لي عرفت شنو دير ابقى فيه دابا واحد المدي سير بقى فيه الولد هذا، قال لي ودير طلبت عليك بوك ولا كان راسو قاصح ولكن خليه مع الوقت ان شاء الله راه غادي يتنادم مع الحال وغادي يرجع. قال لي احنا على الله مزيان، قال لي شتا دير عقلك ما تبقاش دير داكشي اللي كدير وتنهى وكذا وكذا، قال لي ان شاء الله ان شاء الله. الاخر غير كيثبت فيه ما عليناش، قال لي شوف انا دابا عندي المكازا كبيرة تا كتشوف دير فيها الديسير ها فيها واحد البويت فيها كلشي، قال لي انت دور بنهار في ما مشيتي لقط راسك ديالك سير هنا سير هنا خدم دبر راسك، وفي الليل الوقت الناس جي نعس فيها انا عطالك انا راه غادي نطلع فوق لداري راك عارف الناس فيها وانت ناس في المكازا هذا خير مني. قال لي الله يجازيك بخير عمي فلان. صافي داكشي اللي مشاو عليه، ولا هذاك الشاب كيبقى ضايع نهار كامل كيلقط راسق ديالو فين يمشي يدبر مخو، لحتى كيوصل لوقت الليل كيجي مع الاخر كيسد كيبدا يسد في المحل ديالو، الاخر كيوقف عليه كيدخلو ايوا كيهبط الريدو كيطلع لمحالو اليوم موالي مع الصباح ملي كيجي كيفتح كيخرج الاخر. هادشي اللي كاين اليوم غدا اليوم غدا، واد خونا هاد مولتي سير يعني مره بابا كيمشي كيتقدا من المارشي، واحد الليله جا تقريبا مع شحال المحل تقريبا حلو مع جوي هذيك 5 تاع الصباح بحال هكا، يعني السيد باقي ناعس هذاك الشاب. هنا هذاك خونا هذاك مول الديسير ملي هبط حل المحل اش كان باغي منه؟ كان باغي منه الفلوس، لان الفلوس كان كيحطهم تما، ولكن الاخر هذاك الشاب ما عمرو انتبه بان الفلوس كيكونوا محطوطين تمايا. هنايا شنو دار داك الراجل؟ هبط شعل الضوء، الاخر راه ناعس، قال هذا راه ناعس ما يدي ما يجيب، وبدا كيحسب في الفلوس كيجبد مثلا هذه 2000 درهم ديال نشري بها هادي، هذا 1000 درهم ديال فلان، هذا الشيء كريدي عليا هاد 2000 درهم، هذه 3000 درهم، كل حاجة وليها فين غادي يحطها. الآخر فاق بيه وشافو كيحسب كل المبلغ يحطو هنا وفلوس بزاف، هنايا عينيه خرجو وقرر أنه يدير الفلوس. قولي الهبيل شو باش عرفو عقلي الخير ومسخوط، ملي تا بغيت تشفر على الأقل هاتي يمشي في حالاتو ورا الفلوس كيحطها غير تما، لا هو ما يديرش بحال هكا. ناض تسحب هز واحد جوج كوالا من تما دوك كيلوات اللي كبار بيهم وينوض ويعطي الراجل طاف 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 طيحو تم، ويهز هذيك الفلوس كاملة ويش فلوس أخرى كاينة تمايا باش عارفو قليل الخير راه قليل الخير، لأن الآخر ملي كان كيحسب فلوس قال هذا راه ما غيدير والو، واخا شافني هاز الفلوس واخا يفيق بيا كاع هو كان كيضرو الناس، قال هذا انا درت فيه خير ودخلته وكذا كذا راه ما عمرو يقدرني زعما، ولكن هو اللي مسخوط هو اللي ديه كيفاش يدير الخير في واحد اخر ما عليناش. من اللي قتلو هز الفلوس خلاه مجبد تمايا وخرج، خرج في ذاك الصباح بكري حتى واحد ما شافو وهبط الكراج، ولكن ما هبطوش كامل هبطو بقات واحد الفجوه ما بين الكراج وما بين ما بين الريدو تاع الكراج وما بين الارض، يعني بحال قلتي الا دزتي من حدا داك الكراج تقول مع راسك راه كاين شي واحد هنايا كيدير شي حاجه، هادشي اللي كاين يعني ما محلوش وما مسدودش للاخر ديالو، راكم فهمتوني على ما اظن.
صافي مشى مشى لزاد غرفة. المهم أصبح الحال الناس اللي موالفة كتجي كتفطر مع داك الحاج في المحل صحابو وكذا كذا كيدوزو كيبان ليهم الحاج باقي ساد، ولكن الريدو على عيني يتسد. في الأول قالوا باقي الحاج كيدير شي حاجة لداخل باقي مفتحش، لكن داز الساعة الأولى التانية تقريبا وصلت الوحدة ديال النهار والحاج ما باينش وما فتح لا محل لا والو وما ظهرش غير بري الأثر ما يمكنش فين مشى الحاج. هنا ما يدوز غير ولو ولو دايز من تما من الجوار وعيط لي واحد من صحاب الحاج وفلان وفلان قال لي أهلا. قال لي واحد واك فين هو؟ وقال لي غيكون في الكراج خدام راك عارفو مالو. وقال لي الكراج ديالو راه مسدود وعينا ما نتسناو فيه والو ما شنينا حنا تشوشنا عليه. هو يمشي معاهم هذاك الولد يعني ولد الحاج مشى معاهم. ملي مشى معاهم فعلا نيت كيبان لي الكراج مسدود ولكن التحت ديالو ما مسدودش علاني تسد. هنا قال غادي يكون الحاج غير هنا كيدير شي حاجه. هو يتكا هو يهز هذاك الكراج. ملي هز هذاك الكراج كيبان ليهم الحاج طايح وسط الدم ديالو المقتول. الناس خلع ولدو تخلعو الناس مشاو علمو البوليس. البوليس جاو اما جاو صافي عارفو شنو كاين. لانه علاش عارفو شنو كاين؟ لان البوليس عارفين هذاك خونا اللي جاي لي بوع لانه كيما قلنا كان تاجر مخدرات وكيتناولها وكيدير ديما الصداع والمشاكل. وعرفوه بان والدي جاو ليه والحاج مصطادفو كيدخلو تما كيبيتو عندو في الكراج. قالوا هذا غيكون غير فلان ويصفى عليه وخونه. فعلا الناس كيدخلوا كيقلبوا كيلقاو الفلوس ما كايناش فلوس والو ما كايناش ما كاينش اثر ديالها. صافي هذيك دار واحد المذكره تاع بحث على ود الشخص هذا. داروا ليه مذكره بحث لانه هو المتهم رقم واحد وكل شيء الجيران والناس وكذا وولادو كيقولوا بانه كيدخل لك السيد لا اقل ولا اكثر. والناس تبراو فيه قالوا لي ودي هذاك السيد راه خطر خطر عليك تدخلو هذاك شي نهار يشاف راك ولا شي حاجه. هما كانوا كيتبراو منه غير عاود الشفيره ولكن هما كانوا كيتبراو منه غير عاود السرقه ولكن ما ظنوش انه غادي يقتلو كاع صافي عليه. صافي هذاك السيد مشى لواحد المدينه اخرى وكمل هذيك الفلوس كملها ضرب شحال من شهر كمل الفلوس غير في البليه وما الى ذلك وتقهر عاوتاني ورجع زيرو درهم وما لقى لا في البيت ما لقى ما ياكل ما لقى ما يدير. شاف تايا قدم نفسه قال اللهم الحبس او لهاد الحاله. مشى قدم نفسه للبوليس قدموا له الشرطه القضائيه فعلا نيت تعرف بما نسب اليه. صافي دار اعاده تمديد الجريمه شوفوا هاد ناكر الحسن وناكر الخير كيفاش دار لها تقدم وتحكم بالمؤبد. المهم حنا غادي نكملوا القضيه ديالنا ديال اليوم ونكملوها مع من؟ نكملوها مع بنت الحاج. هذيك الحاج تقتل في المحل بنته قلنا عنده بنته باقا قبل زواج. هذه كنكملوا مع القضيه ديالنا ديال اليوم. هذيك بنته مع خوتها قرروا انهم يقسموا الورث يفرقوا الورث من بعد ما مات الاب ديالهم. هل هذيك البنت شنو قالت لهم؟ قالت لهم نتوما خوتي راه كل واحد مزوج ودير دارو كذا كذا انا خليو لي هاد الدار انا باقا بلا زواج بلا والو خليو لي هاد الدار بالكراجات ديالها. وردات عليهم شي بلادات اخرين شي اراضي شي عقارات اخرين يعني تخارجوا باش خليو ليها هذيك الدار وباقي عندها شي اراضي اخرين طابت الحال لان الحاج كان رجل غني بزاف. المهم هي في الاخير وين نقول لكم بقات لي هذيك الدار في المجازات ديالها قالت ليها. هنا نقولها للبنت ديال الحاج كان واحد خاطبها واحد في يمات الحاج كان خاطبها ولكن ما تزوج بها ما والو غير سميت راه خاطبها وصافي. مره مره كيجي الحاج يقول لي راه باغي نكون راسي لانه ملي جا خطبها المره الاولى اش قال الحاج هو على حساب ما بان الحاج هذيك الساعه داك الوقت بان لي بانه راجل معقول. هذاك الخطيب راجل معقول هو الحاج كان كيما قلنا انسان مزيان ما كانش كيفكر في الفلوس بزاف كيقول انا كيهمني هو الانسان اللي قدامي. لهذا هاد الخطيب هذا ملي جا هذاك الوقت يخطب البنت قال له انا راني ما عندي والو دابا تنكبر راسي عاد غادي نتزوج بنتك. دابا هاد الدار بالمقلوب بنادم حتى كيكبر راسو عاد كيمشي يخطب ويتزوج هذا لا خطب عاد غادي يكون نفسه ما عليناش. الحاج وافق ليه وبقات بحال ما هكا اللي حتى مات الحاج. دابا ملي شاف مات الحاج بحال ما هكا بهاد الطريقه وشاف البنت قالت لها هاديك الدار والمكازات ولات غنيه عاد فكر انه يجي
ويكمل الزواج ديالو، وقرر أنه يزوج بها. فعلا نيت البنت وافقات وتزوجات بيه. تزوجات بيه بطبيعة الحال، سكنات في هاديك الدار فين عندو يسكن، سكنات تمايا، وهي عندها موارد مالية لأنها هي عندها شي أراضي عاطيهم، عندها شي عقارات كدا باقي من نصيبها الكرا وما إلى ذلك، كتجيب فلوس. هنا واش واخا يبقى عالة عليها؟ لا، ولد معاها واحد الوليد، ولد معاها واحد الوليد، وقعت المعاناة ديالها معاه. هو بصراحة ما عمرو ضربها أولا كيشرب ولا شي حاجة، لا، غير هو إنسان ما صالح لوالو، ما كيجيب حتى شي درهم، كتعطيه فلوس، كتمول ليه شحال من مشروع، عا كيضرب فيه شي يامات، شي أشهر، كيرجع عاوتاني زيرو درهم، كيطب في كلشي، كيرجع يقول لا هاد المشروع هذا ما خدمش ليا، عافاك المعاونين دير حاجة أخرى. شوية عاوتاني كتعمر له هذوك المجازات دو بوا الله يرحمو، كيضرب كلشي، كيرجع عاوتاني، في كيدي فلوس واش ما كيعرفش يسير، ما عرفتش. المهم السيد ما صالح حتى شي حاجة، هو عايش كما قلنا عالم على هاد السيدة هادي، أبقى الحال على ما هو عليه بحال ما هكا، اللي حتى الولد ديالهم دار 7 سنين. وهنا فين غادي يوقع المشكل، واحد النهار من النهارات هاد الراجل بمراتو مع ولدو كانوا في الدار، وهاديك المرأة كانت معروضة لواحد الناس دايرين واحد السبوع لولدهم، زيد عندهم شي ولد دايرين ليه سبوع، ودايرين واحد الحفلة وعارضين عليها هي. هاد السيدة هادي اللي عارضة على هاد المرأة كانت غير من الدرب تماها، ولكن شوية بعيدة شوية ماشي. المهم لبسات الملابس ديالها، دارت التهيبات ديالها، دارت المسائل الشخصية ديال العيالات. قالت لراجلها يلا وصلني، قال ليها وسيري على راسك انا ما وصلك دابا كنتفرج التلفازة وريح ولدو. قالت لي يلا وصلني راه الطريق والليل هذا وكذا وكذا، معي خرجات في العشية. قال لها سيري صافي سيري، العيالات كيدوزو من تما، شكون اللي كيقرب ليا الله يهديك. المهم صافي السيدة مشات، لبسات اللبسة ومشات، مشات كما قلنا هذاك الطريق اللي مشات فيها هي طريق كيمشيو معاه العيالات وكلشي واحد المعادم، ولكن واحد الطريق اخرى يعني كيتعرضوا للكريساج العيالات اللي دازو منها مزيان. المهم اليوم موالي ومع الصباح بكري، وفي الطريق اللي قلنا الناس كيتعرضوا فيها للكريساج هذيك الطريق، غادي يشوفوا الناس يعني مرة من تمايا واحد المرأة طايحة وهي مقتولة بشي حاجة مضروبة بها على راسها. هنا يتخلعوا وعرفوا شكون هي من راس هاديك خونا اللي لا يصلح لشيء، هي بنت الحاج اللي هو رسالة هاديك الدار، هادي هي المرأة المقتولة اللي جات الأسبوع طايحة هوي جاتها. هنا يتخلعوا الناس مشاو كيعلمو، أول واحد يقولوا ليه بطبيعة الحال هو راجلها مع ولدو، جاو كيجريو لقاو الجثة ديال المرأة، البوليس تعلمو جاو كيجريو. هنا جاو الشرطة القضائية، جا الشرطة العلمية وبداو المعاينة الأولية ديالهم. البوليس كيلقاو المرأة مضروبة على راسها بواحد الضربة تقريبا ديال شي حجرة أو لشي حاجة، ولكن ما كيلقاو لا حجرة لا أداة الجريمة تمايا. هنا هاد المرأة فين كانت وفين غادا ومين جاية وشكون هي؟ هنا قال لهم الراجل ديالها هداكشي اللي قلنا، قالو البارح مع العشية مع جوي هاديك 5:30 مع كيك 6 لبسات حويجاتها ودارت تهيبات ديولها ومشات عند الناس اللي كانوا دايرين ديك الحفلة مناسبة الأسبوع ديولهم. قالت لي يلا وصلني، قلت لها الدنيا أمان، مشات. ملي وصلت ديك الوقيتة 11-12 بحال هكا كسيت عطلات عليا بزاف، نط مشيت عند الناس اللي دايرين ديك الحفل، قالوا لي كاملين العيالات صحاباتها وما إلى ذلك بأنها راه كانت وراه خرجات مع جوي هاديك 10 بحال هكاك 10:30 بحال هكاك. السيدة غبرات ليا، تقدروا تسولوا هادوك العيالات، سولوهم نيت، قالوا فعلا نيت، جا الراجل يتسناها وراه قلنا ليه راها مشات، هي فعلا نيت خرجات مع داك التوقيت فين مشات الله أعلم. هنا كلقاوها مع هاديك الطريق اللي كيما قلنا شوية كانت واعرة، هما كانوا جوج طرقان، طريق مأمنة كيجيو من العيالات وما إلى ذلك، كتعرضين حتى شي واحد هنا في هاد الضوء وما إلى ذلك، وطريق شوية واعرة مظلمة وخطر أنه الإنسان يدوز من تمايا. هي حنا لقيناها مقتولة تما في هاديك الطريق اللي كانت واعرة. هنا قالوا الناس بأنها دازت من هاد الطريق وتعرضوها للشفارة وقتلوها وضربوها، ولكن إلا كانوا شفارة مثلا علاش ما داوش ليها مضمة الذهب وداو ليها السنسلة وداو ليها كلشي؟ حنا لقيناها بحوايجها،
عندها كل شيء، وزيد على ذلك أنه هي امرأة خارجة في هذا التوقيت، راه ما غتمشيش من هذا الطريق، وهي بنت البلاد وعارفة بأن الطريق هذه راه واعرة، غتمشي من الطريق اللي فيها الضوء ومأمنة. يعني بزاف تساؤلات هنا، شكوا في راجلها. في الصراحة في الأول قالوا غادي يكون داير علاقة ماشي وحدها ولا شي حاجة، ولكن من بعد غير لقاوه إنسان يعني ترونكيل وكذا والو، خاطر يصدعوا المشاكل اللي عمرو دار معاها، عمرو تخاصم معاها والو. ولكن غادي يوصل واحد المعلومة بأنه هادي راه هي مولات كلشي، هو راه ما عندو حتى شي حاجة، ولا غير ساكن معاها. مزيان، دابا هذا بهدف الورث غادي يولي. هنا غادي يسولو خوها، خوتها طاب الحال، خوها الكبير. خوها الكبير اشنو قال لهم؟ قال لهم يلا مؤخرا باعت واحد الارض، باعتها وباعتها بقدا قدا يعني بواحد الملايين كبير بزاف، وخلاتها عندي. قالت لي عفاك فلان، الا ما خلي عندك هاد البركه هادي راني كنقلب على ود راجلي، وين شري لي شي محل. راه مصدعني، قال لي شري لي شي محل يكون في واحد الموقع استراتيجي، وين ندير شي بيع وشري، وراه وين ندير لي هذاك المحل ونعمرو ليه، وانا كنقلب ليها وهي كتقلب وحنا كنقلبو خوتنا كاملين. والفلوس مره مره كتجي عندي كنعطيها منها شي حاجه. هادشي اللي كاين هنا. يرجعوا للراجل قالوا لي شنو علاقتك مع المراه ديالك، يعني كيفاش كانت؟ قال لي معلقه مزيانه وكذا، وانا نتزوج بها وما شفت منها الا الخير وكذا، حتى مش خدام، وانا فاش ما كان كنخدم وصافي. هذا شحال مشروع، ولكن للاسف الشديد كيفشل وما الى ذلك. مزيان، انا سولت الدري، داك الدري ولدها اللي عنده 7 سنين، قالوا لي قول لنا ولدي ملي خرجت ماماك انت وباباك لقيتو في الدار ولا مشيتو وصلتوها؟ قال لي لا لقينا في الدار. ماما قالت لبابا وصلني، قال لها صافي سير ردني مأمنه وما الى ذلك. صافي مشيت. اها وباباك واش خرجتي بها من بعد اول ما خرجت بقيتو نعستو شنو وقع؟ قال لي تقريبا وصلت هذيك العشرة بحال ما هكاك خرج. وشنو قال لك؟ قال لي انا غادي نمشي نجيب ماماك، ومشى وانا بقيت في الدار. ومن وراها صافي جاوب ما قال لي حتى شي حاجه. ملي سولت على ماما قال لي صافي باقاي غتجي صافي. هادشي اللي كاين. رجعوا الراجل زيروه مزيان، قالوا شوف تخرجتي مع 10، والناس قالوا لنا هي خرجت تقريبا 10 ناس بحال ما كاين 11 باقي ما واصلاش، وانت قلت لينا بانك جيتي مع جوي 11 او اللي فيت 11 عاد خرجتي من الدار ومشيتي تقلب عليها، يعني حضرة ناضة. وولدك يقول الصراحة كطابق مع الهضرة تاع مالي الحبل. شوف غير قولينا، ها قولينا قولينا. في الاول جمع طوغ، ولكن ملي يقول البوليس هذيك المعلومة تاع انها يلاه باعت واحد الارض وحطها الفلوس عند خوها الكبير، وقالت ليه عافاك الا مقلب لي على شي محل وبغيت نشريه للراجلي، انا مصدعني على محل وبغيت ندير ليه واحد المشروع وكذا كذا، السيد بحال درت ليه صدمة تفقص ونهار وبدا كيبكي بدون شعور. قال لي ماني كنت حاسبها انها حطت الفلوس، وكانت عندو علم انه راه الفلوس راه حطاتها عند خوها الكبير من بعد ما باعت واحد الارض ليساوي الثمن. ولكن هو شنو كان كيظن بانها غير هي ما حملاش راجلها وحطات الفلوس عند خوها الكبير، هي لا هي حطات الفلوس عند خوها باش تبقى، لان كو عطاتها ليه هو ولا حطاتها في الدار هو غيضربها في خو الخاوي وما غنشريو ليه محل لا والو، في حين انها كانت كتقلب راجلها على محل وبغات دير ليه مفاجاه. ما قالت لي حتى شي حاجه. هنا حسبت اني الضمير هو يعترف، قال لي انا حقيقه انا زرفت وتسرعت، هادشي ما خاصش ندير. هو الصفاليا هو من بعد ما عرف بانها راه باعت الارض وحطها الفلوس عند خوها، قال هذيك دير الثقه في خوها وما دايرش الثقه فيا انا، لهذا نولي انا وريث فيها ونصف عليها. تبعها من بعد ما مشات لهذاك الحفل، مشات بها وتسناها حتى خرجات، غير وقف قدام الحفل هي خرجات، تعرض لها في الطريق، عرض لها ودوزها بالعين من هذيك الطريق المظلمه، وهز واحد الحجره وبعتها طف 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 قتلها. من بعد ما قتلها حيد الحجر وداها ايوا ورجع عند ولدو عادي كأن شيء لم يكن. السيد قتل مراتو على ود طمع، باغي يورث فيها. هادشي اللي كاين. انا تقدم العداله وتحكم عليه بالمؤبد،
ولكن هاد الراجل هذا أنب الضمير ديالو مزيان، ندم على الفعل ديالو، داز تقريبا شي 8 شهور بحال ما في السجن، شنق راسو انتحر. هذه هي نهاية القضية ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم. دمتم اوفياء القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.